بداية مكان مع زميلي العزيز عمرو كمال اللي دايما بياخدنا في جولات كده سريعة مع معالم وحكايات الحضارة المصرية، شوارع مصر الجميلة، المساجد القديمة، وتقدر ان انت تقف على تاريخنا من خلال الحكايات اللي احنا بنتابعها معاك ومن خلال حكاية مكان. النهاردة عمرو هياخدنا في جولة على الهواء مباشرة. منين؟ من المسجد اللي على الخمسة جنيه، مسجد احمد ابن طولون. في ناس كتير بتاخد العمله كده ما بتبصش عليها، لو فتحت العمله بتاعت الخمسة جنيه هتلاقي عليها دره مساجد قاهره المعز، مسجد احمد ابن طولون اللي قال عليها وطلب من المهندس المعماري اللي شيد له هذه التحفه المعماريه، قال له انا عايزك تعمل لي مسجد اذا احترقت القاهره لا يحترق واذا غرقت القاهره لا يغرق. تعالوا نشوف ازاي عمل كده مع زميلي العزيز عمرو كمال. صباح الفل عليك يا عمرو. صباح الخير هبة، ويومك بكل خير وسعادة، ويوم دايما سعيد على كل مصر. هبة، زي ما انت حكيتي المهندس ده بالمناسبة اللي قال له الأمير أحمد بن طولون عايز هذا المسجد لا يعني تمس النيران ولا يغرق في اي شيء. المهندس ده مهندس قبطي اللي صمم هذا المسجد. متخيله عظمه قد ايه مصر زمان ودلوقتي؟ اكيد هنفضل كده ان المهندس القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني هو الذي بنى وشيد هذا المسجد. الامير احمد بن طولون كان بعيد النظر انه قد ايه يعمل واحد من اهم واعظم المساجد في الحضاره الاسلاميه، ويكون كاتم اسرار زي ما بنقول هذا المسجد في هذا المهندس اللي عمل هذا المسجد بتقنيات معماريه سابق العصر، يمكن بتدرس في كليات هندسه في جامعات بره في الخارج بجمال هذا المسجد. هنحكي الحكايه هبه، وهنقول ان هذا المسجد اللي هو يعتبر هو المسجد الأول في تاريخ الحضارة الإسلامية في مصر تحديدا من المساجد المعلقة، وحكايته وأسرار كتيرة جدا، بس هخلي الصورة هي اللي تتكلم وهنحكي الحكاية. الحكاية بتبدأ إن سنة 877 ميلاديا 263 هجريا كان عند الأمير أحمد بن طولون وهو كان بيبدأ يأسس للدولة الطولونية حلم إن هو يعمل مسجد بشكل مختلف جدا، وهو كان ثالث مسجد بالمناسبة في مصر بعد مسجدي عمرو بن العاص وجامع العسكر. أسسه أو بدأ يرسم ملامحه المعماري القبطي سعيد بن كاتب الفرغاني، وكان قال له الجملة الشهيرة اللي انت قلتيها اللي هو أريد أن أشيد مسجد لو احترقت القاهرة لا يحترق وإذا غرقت القاهرة لا يغرق. كان المهندس القبطي معروف ان هو عبقري، فاختار هذا المكان. والمكان اللي احنا فيه ده يا هبه هو كان ربوه صخريه موجوده في مصر على جبل، والجبل ده كان اسمه جبل يشكر. هو بالمناسبه المصريين سموه يشكر لان كان في مقوله وذكرها المقريزي واكثر من كتاب تاريخ، ان كان سيدنا موسى عليه السلام كان بيناجي رب العزه في هذا المكان. هذه المقوله خلت المصريين يطلقوا على هذا الجبل او هذه الربوه الصخريه اللي اتبنى عليها هذا المسجد. يعني احنا لو شايفينه هو مبني على قبوه صخريه اعلى من الارض، عشان كده هو حتى مسجد معلق، فسموه جبل يشكر. فمتباركين جدا بالمنطقه دي اللي هي عارفين ان هي نقدر نقول ان هي متحف للحضاره الاسلاميه على بعد خطوات السيده نفيسه يمين هذا المسجد، المسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن، العديد من الاسبله ومن اضرحه آل البيت رضوان الله عليهم في هذا المكان. فبدأ تشييد هذا المسجد اللي هو على مساحة حوالي 6 أفدنة ونصف، اتكلف وقتها مبلغ يمكن كان بيقولوا ان هو ده أكبر ميزانية اتعملت لمسجد في تاريخ الدولة الطولانية، وقبليها كمان في الدولة العباسية كان 120,000 دينار. المسجد عمرو ممكن أقف معاك عند معلم، يعني الكاميرا بتعيده قدامنا أكتر من مرة دلوقتي، وهو المئذنة الأسطوانية المميزة. فضلي. اللي ليها كمان، انا مش عارفه انت سامعني ولا، اللي ليها كمان يعني ندرة في التشييد المعماري اللي فيها، المئذنة الأسطوانية، عشان لو ما سمعتنيش، اللي هي يعني الشكل الخاص المميز لهذا المسجد. وايضا احكي لنا عن داخل المسجد، هو في 4 أروقة جوه وفي صحن كبير انا عارفه في الداخل بيتوسطه قبة، احكي لنا اكتر.
الحكايه هبه هخلي الكاميرا برضو هي اللي هتتكلم اكتر، لان انا بحب هي اللي تحكي لنا. المسجد من جوه تكوينه مقسم الى عده تكوينات. التكوين الاول هو شكل مربع، وده ما كانش جديد، ما كانش يعني تقليدي على المساجد في هذا التوقيت، فاختار له المشاهدين ليه ان هو يكون شكله مربع وبيتوسطه صحن مكشوف وبيحيط بالمسجد من الخارج اروقه غير مسقوفه، وكانت دايما موجوده الاروقه المسقوفه دايما في العماره الاسلاميه بشكل كبير، لكن دايما المسجد ده كان مخالف لكل الاشكال التقليديه. هو في 21 باب للمسجد، ده الباب الاصلي، وبيقابلها زياده، لان انت لو دخلنا جوه واحنا عايزين نعمل دعوه لكل المصريين، انزلوا زوروا كل الاماكن الاثريه سواء الحضاره القبطيه الاسلاميه. المسجد ده عايز اقول لك، قابلت ناس بيجوا من بره قالوا لي احنا زي ما بنروح الاهرامات وبنروح يعني اماكن اثريه مهمه جدا وشارع المعز، انتوا عندكم كنز في الحضاره الاسلاميه عظيم اسمه جامع احمد بن طولون. هرجع تاني واقول لك بقى ان المسجد ايضا مكون من اروقه كتير، منهم 6 محاريب، كل محراب فيهم غير مجوف، والمحراب الاصلي فيه منحرف عن القبله اللي احنا يمكن بصددها اللي هي موجوده، وهي القبه الاشهر في المسجد اللي بتتوسطها صحن ومحطوط فيه العديد او مطرز به العديد من الاحواض من الرخام، ووسطه نافوره كانت هي واحده من النافورات اللي يعني اما كانوا بيبداوا يعني في تشييد المسجد فكانوا عاملينها بشكل بتضيء يعني في الليل وفي النهار، كانت ليها اشكال رائعه جدا. قد ايه ان احنا فعلا قدام يعني كنز اثري كبير جدا، جامع احمد بن طولون واحد من المساجد اللي احنا عايزين كمان ان شاء الله يبقى الفتره الجايه هنخش وهنصور وهنعرض. احنا امام نموذج نادر من العماره الاسلاميه، زي ما كل الاثريين بيتكلموا على مسجد احمد بن طولون، وزي ما احنا عارفين انه مسجد احمد بن طولون اترمم اكتر من مره، وكان استخدامه في على مدار بقى التاريخ في اشياء كتيره جدا، منها التدريس ومنها ان هو يكون مأوى لكبار السن في بعض التوقيتات، الى أن عاد لنشاطه الطبيعي كأن هو يعني زي ما احنا بنقول كده مسجد، واحنا بنقول ان احنا في مدينة الألف مئذنة. أنا بشكرك شكرا جزيلا صديقي العزيز وزميلي العزيز عمرو كمال على حكاية اليوم من مسجد أحمد ابن طولون، وصباح الفل عليك، أشكرك.